قبل ما يلتحقوا بنا الإخوان واحد الكوكبة ممتازة من الإذاعيين البارزين في الإذاعة المركزية في الرباط بقيادة سي محمد مدوش اللي كان هو مدير الإذاعة له 50 سنة هو على الإذاعة الله يطول عمره ويجازيه بخير، والإعلاميين من الإذاعات الجهوية الأخرى من طنجان مستقبلي لنا قادر الساعة كانت يعني. فإحنا كنا عندنا راديو ترانزستور، راديو بوست راديو، كان تقطو به شوي من هون وشوي من هون شوي من هون، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا اي وسيله، لا وكاله انباء لا هذا لا قسم استماع، ما عندناش هادش. وكل واحد كهذا سيرتو جاد كان كيخبير من هون وخبير من هون، وكنديروا ديك النشره وكيزيد ما عنده هو شويه وشويه تعليق وشويه برامج، وكطلع ذاك الشيء هو هذاك. من بعد ما عندناش وسائل، ما عندنا حتى حاجه، ما عندنا حتى وسيله نقل، ما عندنا حتى التليفون. حنا وقت ملي كنحصلوا كنمشيو للجيش لفورس ارمي رويال، كيزودونا بكل شيء جزاهم الله خير، المواصلات النقل كذا، يرفدونا حتى شرطة احيانا طاح بينا مع ماشي 70 كيلو ولا داكشي، كيدي هليكوبتر ولا سياره وكدينا وكنسجلوا هذا. وديك الساعه المعلومه باش تحصلها خاصك تمشي لعين المكان. في الاول قلت لك كان جاد وكان حزام عبد السلام واحد ضابط صوت من اكادير. من بعد كل مره كيجينا واحد الفوج من الاذاعيين الاكفاء اللي كانوا مدرسه فعلا من الاذاعه المركزيه ومن الإذاعات الجهوية واشتغلوا معنا، عدد كبير. يمكن نذكر لك منهم بعض. نعم تفضل. شوف كان محمد جاد هذا هو اللي ذكرنا قبيل، كان هو مدير إذاعة الطرفاية محمد جاد. وهذا محمد جاد قلت لك قبيل عنه، راه كان في إذاعة موسكو وكان في إذاعة ألمانيا الغربية الشرقية، ألمانيا الغربية إيه، وكان في شي إذاعة أخرى ما بقيتش عليها ومشهور يعني هذا. وكان محمد داكا، كان عبد القادر الإدريسي، كان بن عيسى الفاسي، كان الغازي الشيخ، مجموعة كبيرة. هذو اللي تحققوا بكم، هذو كيجوا يخدموا لأنه كلهم عنده بوس، عنده شغلته في شي جهة، يما في المركزية يما في الجهات، كيجوا ولكن قبل ما يمشوا كيجوا واحدين أخرين يعوضوهم من جهات أخرى ومشي الحال. وبالنسبة للاستماع كيف كان الصدى ديال المستمعين في التجاوب معكم؟ كان تجاوب كبير، كان تجاوب كبير، لأن احنا كنقدموا غير الحقائق ومعتمدين على يعني على ذواتنا احنا. نعم. إذا فهمت يعني الرسائل السياسية اللي كانت في البرامج ربما كانت حتى رسائل اجتماعية. ايه طبعا لازم رغم كل الإمكانات، ولكن احنا كنحاولوا ننوعوا وكانوا كنشاركوا معنا الناس. نعم. كيجونا بعض التعليق احيانا تصادفوهم في الاستوديو واحيانا حتى كيجونا في كاسيتات مسجلين. نعم. مثلا من الطنطان ومن جهات اخرى كيجونا، كان مجموعه ديال الاخوان الله يجازيهم بخير كانوا كيزودونا كي يعني ممكن نقول بانه اذاعه صوت التحرير لعبت واحد الدور كبير في شحذ الهمام وفي الوطنيه اكثر مع الناس، وهذا كان الدور ديالكم بارز سي ملاعين. هذا بالاضافه للتجمع وانطلاق المسيره احنا غطيناه. هذا هو الحدث اللي ممكن نتكلموا عليه اكثر. يعني كيف غطيتوا هذا الحدث الكبير والحدث يعني المتميز والغير المسبوق ربما ديال المسيره الخضراء؟ المسيره الخضراء بدات كتجمع حدا الطرفيه حتى لها شارقها شوي قريب منها في واحد مبسط من الارض هنا هي بعيد من البحر، وجميع اقارب المغرب، وهي 350 الف متطوع ومتطوعه، 10% منهم نساء. هذه كانت تعليمات ديال الحسن الثاني الله يرحمه. وهذه 350 ألف راهي نقول لك عن معها قدها من المصالح الصحية ومصالح الأمنية والجيش وسير والرافي تايم والتغذية يعني الرقم ماشي 350 ألف راهي الآن كنت هذا فقط للمشاركين ولكن المؤطرين ايوا. احنا تعززت إذاعة الطرفاية قلت لك قبيل بعدد من العناصر جايين من الإذاعة المركزية وذكرت بعض منهم، موزعين الفرق خلق فريق وسط الإذاعة ما يتحرك منها لأنه عنده برامج، حنا نبثوا من الصباح حتى المنتصف الليل وأحيانا ورا ذاك ياك، وخالق فرق كله يمشي لبلاصة كيسجلوا مع المتطوعين وكذا. ويعني كانت طرفها تحولت إلى عاصمة قد الآخرة، يعني جاي من الناس وفيها وفود أجنبية جاءوا من الخليج باقي عاقل، فيها الإمارات فيها السعودية فيها دول العرب كاملين، دول إفريقية تبع الأوروبية كلهم مشاركين في هذا. كانت بعض الاعلام نعرفها باقي عاقل عليها اوروبيه وامريكيه، رايت امريكا عاقل عليها. نعم. ورايات اخرى مشاركين في المسيره، وكان ذاك الشيء يعني ما يمكن واحد يصفه، يعني واحد المهرجان دائم على مدار 24 ساعه.
والعزيز أبرز المحطات يعني في خلال تغطيتك لهذا الحدث اللي ما زال عالقة بالذهن ديالك؟ اش نقول لك يعني غادي نقول كثير ذاك الشيء اكثر من هذا. يعني كتمشيو للناس كنشوفوهم كيجونا في الاذاعه ونقول لك على الطرفيه كانوا يجونا في الاذاعه اللي جايب اتاي اللي جايب الغداء اللي جايب هذا. نعطيك واحد المصطلح بدات كتكبر الاذاعه بدات كتكبر. نقول لك واحد المصطلح حوقت واحد النهار انا ومحمد جاد كنقراو الاخبار شي نشره زواليه والاذاعه غير واحد البيت كبير مقسوم بين الاوبيراتور وبين الميكروفونات والكراسة جوج. الباب كيبقى مردود شوية واحد شوية كنشوفو واحد ديك دخل هذاك الديك اللي هذاك الديك اللي دخل بدا كيأذن لأنه وصلات الظهر وديك كيأذنوا مع الوقت. داز ذاك الأذن ديال الديك وحنا كنقراو الأحمر ما نقدروا نقطعوها ما كاينش كيفاش حتى باش دير موسيقى تقطع الصوت على الميكروفون على المذيعين ودير موسيقى ما عندوش كيفاش. كان كنقرا وديك هذا حتى جاب الله ذاك ضابط الصوت تحرك من بلاصتو بواحد الطريقه وخصو مولي يمرق الديك ما قام يزق يدك دار له شي حرفه معتات ورد الباب بلا ما كي ما ينقفل لان حنا راه قد الحال. دار واحد الكاغط للباب باش سكنوا وسكنا بالديك. عاد الناس كيجيو ملي تجي الاخبار كيسمعوا الاخبار هذه كيجيو يدوروا يشوفوا ذاك الديك اللي اذن كان هذه حاجه صوت المرافق وكيجيبوا لنا مساكن الاكل والتاي ويقولوا لنا وناخذوا ارائهم عند الاذاعه يقولوا احنا جايين واحدين جايين من العيون من تحت الاستعمار الاسباني وقالوا احنا جايين نعبروا عن ارائنا وعن اهلنا كاملين راهم كذا وكذا وكذا وبغينا اسمارها تمشي بحالها وبغينا نرجعوا لوطننا. هذا شواهد تاريخيه. من جملة الأمور اللي نتذكر على أنه نهار اللي أعطت محكمة العدل الدولية اللي في لاهاي رأيها بخصوص الصحراء المغربية والاستعمار الإسباني جانا شمس الشعراء للإذاعة والتلفزيون لأن احنا عندنا محطة الإذاعة وعندنا محطة التلفزيون ولكن عمل مشترك كنشتغلوا فيهم الاثنين. تزور واحد يقرأ تعليق سياسي في التلفزيون ويجي يقرأ هم اللي في الراديو ولا العكس. المهم جانا واحد السيد قال له هذا من الرماضين من قبيله قال له تجا كانت قبيله وافره وناس علماء وهل قايل شنو النظم بالحسانيه نقولوا له احنا الغناء راك تعرف هذا فهمت. وعلى هذه القضيه ديال حكم محكمه العدل هذا اللي يقولوا في التلفزيون ولا يقولوا في الراديو لان ديك الساعه ما كانش الامكانيات التقنيه واحد يتكلم ديريكت دوز يعني في خط واحد اللي كم كله سبقناه في التلفزه. التلفزه ديك الساعه فيها دوك لي بروجيكتور الكبار اللي ضو متين وبنادم كتكد عليه دوك لي بروجيكتور كيدوخ. المهم تمينا معاه لين بعقب بعد تاقلم شويه مع الضوء هذا وقال على حكم هذا قرار محكمه العدل الدوليه قال حكمه لاهاي بزينا راي بان الصحراء مغرب وافهم لو كانت ما حكمت لهاي كان المغرب لا يحكم. شوف نرجع لها حكمت لهاي بنين الحكم ديال لهاي حكمت لهاي بزينا راي راي زين حكمت لهاي بزينا راي شنو هذا الراي بان الصحراء مغرب وافهم ديك افهم راه جا افهمها وهي جايبه بالي ذاك ذاك افهم خاصو القافيه ديال حكمت لهاي بزينا راي بان الصحراء مغرب وافهم لو كانت ما حكمت لها هاي كان المغرب لا يحكم لا يحكم بلاده يحكمها ما فيهاش. هذا هو ودرس في الإذاعة وكان وراه قال معاها ياسر من الغنى الثاني ياسر من طلع ثانيات ولكن أنا ما بقيت قابل من هذا لأنه طويل وياسر ورده يعني خص وقت